حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. صحيفة سويسرية: في عدن لا يريد الجميع الانفصال ويكفي المدينة 6000 جندي لتأمينها. المشاهد: 1000 يمني أغلبهم من المرضى عالقون في الخارج بعد توقف رحلات اليمنية. بي بي سي: يمنية تساند زوجها العالق في مصر بعد إغلاق منافذ، بعت ذهبي وذهب ابنتي. ومن أخبار صحيفة القدس المنوعة: في المغرب 250 دولارا مقابل البحث عن عروس مناسبة. أهلا بكم. نشرت صحيفة ويهت سوريشر السويسرية تقريرا عن زيارة مبعوثة لها إلى محافظة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، وحذرت من أن الوضع في هذه المدينة قابل للانفجار في أي لحظة دون التمكن من التنبؤ بموعد حلول هذا الانفجار. وأشارت في التقرير المنشور إلى أن عدن تحوي 12 فصيلا مسلحا تضم 55 ألف مقاتل، وهذه الفصائل ضمن ولاءات مختلفة في حين أن المدينة لا تحتاج سوى إلى 6000 عنصر من الأمن لتأمينها، وهم موجودون بالفعل. ويقول التقرير الذي ترجمه موقع يمن مونيتور: قبل أن تهبط الطائرات في عدن فإنها تحلق قليلا فوق المدينة الساحلية التي تنظر إليها من الأعلى كنقطة جبلية متألقة في البحر، وعلى حافة المدرج تشاهد الثكنات العسكرية ودبابات مصطفة. يفتح باب الطائرة، يستقبلنا حر المدينة الشديد مرحبا، تستقبلنا لافتة نصف متفحمة عند المخرج كأنها جزء من المعارك التي وقعت في المدينة. وتضيف الصحفية التي زارت المدينة مونيكا بولغار: الحرب في عدن قد انتهت، وفي محادثات مع السكان يبدو أحيانا كما لو كان القتال في بقية البلاد على كوكب آخر، ولكن في عدن تعيش في هدوء متوتر، فالخط الأمامي للحرب يقع على بعد بضع ساعات. وعن موجة الانفصال كتبت الصحفية: في عدن لا يريد الجميع الانفصال، ولكن السكان بسرعة يحنون إلى تلك الدولة خلال الأحاديث، إذ يتذكرون فترة الاستقلال التي كان كل شيء فيها أفضل. واختتمت الكاتبة بالقول: تعيش مدينة عدن التي تتميز بحرها الشديد على خلفية وجودها على فوهة بركان في كنف الهدوء. وفي الأثناء تلوح بوادر توترات في الأفق حيث لا يمكن التنبؤ بالوقت الذي قد تنفجر فيه الأوضاع. العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى لأخبار اليوم: جبهة الصبيحة على طاولة المحافظ والقيادات الأمنية والعسكرية، وتحذيرات من السقوط، وميدانيا معارك عنيفة في نهم، والجيش يستعيد تباب الركاب ويقترب من المديد وسط انهيارات الميليشيا. ومن العاصمة المؤقتة: أزمة المشتقات النفطية تغيب عن لقاء سالمين بمدراء المديريات والإدارة الخدمية بعدن. ومن أبيان: نقطة أمنية تضبط سيارة محملة بالأسلحة ومناظير ليلية. وفي زوايا المقالات كتب محمد العمراني في الشأن اليمني مقالا نشره عدن بوست بعنوان: عن مستقبل جنوب اليمن في ظل عجز الشرعية وتخبط المجلس الانتقالي. وجاء في المقال: دشن المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة عدن الجمعة الماضية 3 نوفمبر تشرين الثاني أول خطوات التصعيد في الشارع الجنوبي ضد الحكومة الشرعية بإقامة مخيم جماهيري مفتوح للمطالبة برحيل حكومة الدكتور أحمد بن دغر التي يتهمونها بالفساد، وذلك بعد أيام من شن المجلس الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك حملة إعلامية ضد الحكومة الشرعية تدعو للثورة عليها وطردها، وسط حالة من الغموض تكتنف المشهد السياسي اليمني عموما والمشهد الجنوبي على وجه الخصوص. لكن ومثلما تمر الشرعية بمرحلة شديدة من الضعف، تبدو قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بمحافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي ونائبه هاني بن بريك في حالة من الارتباك والتخبط.
ففي الوقت الذي وعد هاني بن بريك الشارع الجنوبي بنشر تصور للمجلس الانتقالي الجنوبي عن المرحلة القادمة بالجنوب مع حلول شهر أكتوبر الماضي، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث، رغم أن المجلس أنجز بعض الخطوات مثل تأسيس الجمعية الوطنية للجنوب، وقام بسلسلة من الزيارات لمناطق الجنوب لحشد الدعم المطلوب للمجلس كحامل للقضية الجنوبية، وقد أيده البعض وعارضه آخرون، إلا أن افتقاد المجلس لرؤية واضحة للمستقبل يجعله ورقة بأيدي قوى إقليمية على رأسها دولة الإمارات التي تسعى لإدارة الجنوب عبر قيادات المجلس الانتقالي وتحويلهم إلى وكلاء لها أكثر منهم رموزاً سياسية وشعبية تمتلك قرارها ولديها رؤية محددة وتصور للتعامل مع مستجدات الحاضر والمستقبل. لم يقدم هذا المجلس أي مبادرات لحل المشاكل بعداً وإيجاد البدائل وتخفيف معاناة الناس، بل إنهم يفتقدون لمشروع استراتيجي ولا يمتلكون حتى رؤية واضحة للمرحلة التي سينتهي إليها هذا التصعيد ولمرحلة ما بعد التصعيد هذا، وليس لديهم أي تصور للتعامل مع المستجدات الإقليمية التي قد تطيح بأحلام فيصال الجنوب في ظل تعثر مشاريع الانفصال من كتالونيا بأسبانيا إلى كردستان العراق. إغلاق آخر منفذ يربط اليمن بالعالم كما أفاد موقع المشاهد والذي نقل عن مصادر إعلامية قولها إن السلطات السعودية أغلقت مساء الأربعاء منفذ الوديعة البري. ويضيف الموقع: يأتي هذا الإجراء في أقل من 48 ساعة على إعلان التحالف العربي إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن. ويعتبر منفذ الوديعة هو المنفذ البري الوحيد إلى السعودية بعد توقف منفذ حرض في محافظة حجة ومنفذ باقم في محافظة صعدة شمال البلاد. ويتبع منفذ الوديعة إداريا محافظة حضرموت، وبإغلاقه أصبحت كل المنافذ مغلقة في اليمن. واعتبر مراقبون هذا الإعلان بمثابة الخناق الذي يزيد بشكل كبير من المعاناة الإنسانية لليمنيين. يشار إلى أن هناك ما يزيد عن 1000 يمني أغلبهم من المرضى عالقون في الخارج بعد توقف رحلات اليمنية. موقع المصدر أونلاين صدر صفحته الرئيسية بالعديد من العناوين: أطباء بلا حدود، التحالف العربي لم يسمح لطائراتنا بالوصول لليمن خلال الثلاثة الأيام الفائتة، وعنوان: مقاتلات التحالف تشن 6 غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء. ومن الرياض: الرئيس هادي يلتقي في الرياض محمد بن سلمان لبحث الأزمة اليمنية، وعنوان: بحرية التحالف العربي تعيد فتح ميناء عدن أمام السفن بعد يومين من إغلاقه. وقال مصدر في الميناء للمصدر أونلاين إن العمل عاد مرة أخرى إلى الميناء الرئيسي في البلاد في استقبال السفن وحركة الملاحة البحرية بعد توجيهات من قيادة التحالف في العاصمة السعودية الرياض. وكان الميناء قد أغلق وفق توجيهات التحالف بإغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن بشكل مؤقت لإعادة إجراءات التفتيش، وذلك لمنع دخول الأسلحة لجماعة الحوثيين. منذ ثورة مؤسس النظام الإيراني الراحل الخميني وإلى اليوم، تمر المنطقة العربية بدورات من العنف السياسي والعسكري والإرهابي غير متوقفة. هكذا بدأ محمد جميح مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، مضيفا في أجزاء من المقال: الطموح الإمبراطوري القومي الفارسي الذي ألبسه الخميني لباس التشيع يتضخم يوما بعد يوم، والتمدد الإيراني يتسع في مناطق الهلال الخصيب ويحاول التمدد غربا في القرن الأفريقي وأوساط القارة وسواحلها الغربية في محاولات للنظام الإيراني لتطويق العرب في الجزيرة من معظم الجهات، وتمهيدا لإحياء الدور الفارسي القديم في ثوب إسلامي وبصبغة شيعية. يتحدث مسؤول عسكري مثلا عن حدود إيران الممتدة من سواحل البحر العرب وباب المندب إلى سواحل المتوسط وبلاد الشام، ويتحدث آخر عن 4 عواصم عربية تقع تحت سيطرة طهران. ليأتي آخر ويقول إن العراق العربي هو عاصمة الإمبراطورية الفارسية، لكن تلك التصريحات أو الفلتات النادرة التي لا تلبث أن تلجمها قدرة العقل الإيراني على التلون وإخفاء الأهداف. وثاني هذه الركائز الاستراتيجية تتمثل في صناعة العدو.
وهذه عملية ذكية لجأ إليها النظام باختراع عدو وهمي كبير وقوي لا يمس النظام بسوء، ولكنه يوفر له فرصة الظهور بمظهر المقاوم لهذا العدو الوهمي من أجل التغطية على العدو الحقيقي الذي تنضح أدبيات النخب الإيرانية في الآداب والفنون والمدونات التاريخية والسياسية بعداوة جوهرية وأصيلة له، وهو العدو العربي. الأمر الذي يشرح لماذا تحاول إيران على طول تاريخها التمدد غرباً باتجاه البلدان العربية، ولماذا لم تكن للإيرانيين معارك تاريخية كبيرة كالتي خاضوها منطلقين جهة الأراضي الواقعة خارج حدودهم الغربية باتجاه العراق والشام والخليج واليمن. وهو ما يصب في مجرى تأكيد كون أمريكا وإسرائيل مجرد عدو وهمي للنظام الإيراني للتغطية على عداوة العرب الذين يشكلون العدو الحقيقي لهذا النظام. اهتم موقع الاشتراك نت في تقريره الرئيسي بذكرى الثورة الروسية وعنوان الموقع: الذكرى المئوية للثورة الروسية، أسئلة تستحضر التجربة. ويقول التقرير الذي كتبه ياسين سعيد نعمان إن الذكرى المئوية لثورة أكتوبر الاشتراكية السوفيتية مرت دون أن تسجل إعلاميا على الصعيد الدولي، ما يشير إلى أنها حدث كوني غير مجرى التاريخ كغيره من الأحداث الكبرى التي صنعت التاريخ. ويضيف نعمان: من داخل المنظومة الثقافية وروابطها العالمية وما تم عمله في المجتمع من صراع وتطورات ووصول القيصرية إلى طريق مسدود فيما يخص تحويل روسيا من دولة زراعية متخلفة إلى دولة صناعية كبقية دول أوروبا التي شهدت النهضة الصناعية للرأسمالية، توفرت شروط الثورة التي انتهت بانتصار البلاشفة. ويتابع التقرير: كانت المسألة الحاسمة أمام هذه الثورة هي أي الطريقين تسلك؟ هل تأخذ بالمسار الرأسمالي التقليدي الذي لابد أن يسبق الانتقال إلى الاشتراكية كما يقرر ذلك ماركس وانجلز، وتترك خيارات التحول إلى الاشتراكية رهينة بالمدى الزمني الذي ستحقق فيه شروط التحول إلى الاشتراكية بتطور قوى الإنتاج، أو أن تتجاوز هذا الطريق الطويل وتنتج شروط التحول إلى الاشتراكية عبر إنجاز مهمات ثورية وطنية ديمقراطية تكون فيه الدولة هي الرأسمالي الذي يوفر شروط التحول المادي إلى الاشتراكية ويتولى الحزب الجانب الروحي. إذن لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية والعالمية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. بالذكرى السادسة لثورة الشباب نقل لكم صورة حية عن مواقع القتال هنا. أفكار إنسانية وأعمال خيرية للتخفيف من معاناة الضحايا في تنظيم هذا الطبق الخيري لأسر الشهداء. الواقع هنا يحكي المعاناة التي تبدأ في افتقار هؤلاء إلى فصل دراسي مناسب. معرفة يعني محافظة في معرفة في شعابنا. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. نحرص على أن نكون معكم وفي كل مدينة ننقل لكم كل ما يحدث. نتواجد في قلب الحدث، ننقلها لكم بالصوت والصورة وبكل حيادية ومهنية. من هنا نستمر بنقل الأحداث. أهلا بكم من جديد. تتحدث شبكة البي بي سي البريطانية في عنوان عريض جاء في صفحتها الرئيسية عن يمنية تساند زوجها العالق في مصر بعد إغلاق المنافذ: بعت ذهبي وذهب ابنتي. وقالت البي بي سي: محمد ونوال زوجان يمنيان ووالدان لخمسة أطفال، لكن محمد وبعد أشهر من رحلة علاج في القاهرة لا يستطيع مغادرة مصر اليوم للعودة إلى بيته في محافظة إب وسط اليمن بعد قرار التحالف العسكري بقيادة السعودية إغلاق جميع المنافذ إلى اليمن. محمد مزاحم صحفي يمني أنهى رحلة علاج من السرطان امتدت نحو 8 أشهر في مصر، كان على وشك العودة إلى عائلته يوم الاثنين، لكنه وجد نفسه عالقا في القاهرة في وضع مأساوي.
بي بي سي تحدثت مع محمد ونوال مدرسة اللغة الإنجليزية المقيمة في محافظة إب، وتقول نوال: أشعر بالخوف من أن يعلق زوجي في مصر لفترة أطول وهو مريض أصلا، وأطالب الأمم المتحدة أن تجد حلا لهذا الوضع. تقول نوال: بعت الحلية الذهبية التي أهديت لي يوم زواجي، وكذلك ذهب ابنتي الذي حصلت عليه عند زواجها لأتمكن من إرسال المال إلى زوجي بسبب هذه الأوضاع. وتقول إنهم أحيانا يضطرون للاستغناء عن وجبة العشاء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية. تتابع البي بي سي: لا يجد محمد العالق في مصر مبررا لمنعهم من المغادرة إلى بلدهم، فإذا كان مبرر التحالف منع دخول الأسلحة إلى اليمن فنحن في أراض مصرية، ومصر إحدى الدول الأعضاء في قوات التحالف العربي، والطيران هنا لا يمكن أن يحمل أسلحة إلى اليمن. الأمم المتحدة، وكما أوردت صحيفة العرب الجديد، حذرت العالم من أنه إذا لم يرفع التحالف الحصار الذي يفرضه على اليمن ويسمح بدخول المساعدات، فإن هذا البلد سيواجه المجاعة الأضخم منذ عقود. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك ناشد قوات التحالف لفتح الموانئ والمرافق والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى اليمن، كما حذر لوكوك من أنه إذا ضربت المجاعة اليمن فإنها لن تكون كالتي شهدناها في جنوب السودان هذا العام، ولا تلك التي ضربت الصومال عام 2011 وتوفي 250 ألف صومالي بسببها، بل ستكون أكبر مجاعة يشهدها العالم منذ عقود وبملايين الضحايا. أما المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغيريك فقد أكد أن الأمم المتحدة تجري اتصالات مكثفة مع مسؤولين رفيعي المستوى في السعودية من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن. دبلوماسية قاهرة في جولة ترامب الآسيوية. تحت هذا العنوان كتب فليب جيلي مقاله المعاد نشره في صحيفة الحياة اللندنية، والذي قال في جزء منه: تواكب دونالد ترامب في رحلته الآسيوية ثلاث حاملات طائرات، وتجول حاملات الطائرات هذه بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية، وإلى جانب الأسلحة التكتيكية تحمل الحاملات هذه 17 زورقا و200 طائرة ونحو 20 ألف جندي. والحمولة هذه وجهوا رسالة قوية إلى كوريا الشمالية، ولكنها ليست إعلان حرب بل حلقة من حلقات دبلوماسية قاهرة، على قول جيري هندريكس الربان السابق في البحرية الأمريكية والباحث في مركز نيو أمريكين سيكيورتي. ويقول الجنرال ماك ماستر وهو مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية إن حماية الرئيس هو إجراء روتيني ترامب يقول وراء الأبواب المغلقة ما يقوله في دوائر العلن. إذا وقع صاروخ كوري شمالي في المياه الإقليمية في جزيرة غوام وقعت الحرب، وفي إمكان أمريكا الفوز بها وقد ينجم عنها مليون قتيل ربما، ولكن النصر لها، وهذا ما أسره إلى رئيس أوروبي. ولم يعرقل ترامب سعي ريكس تيرسون وزير خارجيته إلى تدرير الأزمة دبلوماسيا عن طريق القناة النيويوركية، أي ممثل كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، ولكن هذه المساعي لم تثمر، فترك ترامب العنان لتغريداته وتصريحاته وأعلن نفاد الفرصة الدبلوماسية. وكيم يونغ وان أمام خيارين: رمي السلاح من دون قتال أو القتال ثم تسليم السلاح، يقول محلل في وزارة الخارجية الأمريكية. وعلى الرغم أن نسبة دعم الأمريكيين عملا عسكريا ضد كوريا الشمالية تقتصر على 25% منهم، يسير ترامب على هدى غريزته ويقول إن مشاعره قوية في هذا الملف وأنه يستمع للآخرين، ولكن كلمة الفصل له. موقع هاف بوست تحدث عن كوكب كانكري اي 55 الذي يمطر ألماسا ويقع خارج المجموعة الشمسية، حيث يدور قريبا جدا من نجمة كانكري اي 55، وتقارب كتلته 8.63 مرة كتلة الأرض، ويبلغ قطره حوالي ضعف قطر الأرض، حيث جرى تصنيفه تحت مسمى الأرض الهائلة. يعد أول كوكب يتم اكتشافه من هذا النوع في عام 2004، ويدور الكوكب حول نفسه مرة كل 18 ساعة، ويحتاج لأقل من يوم أرضي واحد ليكمل دورة حول نجمة. يتكون هذا الكوكب في الأساس من الحديد والكربون المشكل على هيئة جرافيت وألماس وبعض السيليكون
والماء، وتشير دراسات العلماء إلى أن باطنه كله يتكون من الألماس، وتقدر قيمة الكوكب ب 26.9 نونيليون دولار، أي 26.9 أمامها 30 صفر. لكن للوصول لهذه الثروة الضخمة تحتاج لقطع مسافة 40 سنة ضوئية. ومن الأخبار الطريفة ما قالته صحيفة القدس العربي أنه على طريقة أريد عريسا التي اشتهرت بها الممثلة زينات صدقي في أحد أفلامها عبر وضع إعلان في الصحيفة. تطفو اليوم ظاهرة إعلانات تأمين العريس في المغرب العربي، ووفق ما تناقله مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، فإن مبادرة تحفة العروس صارت أبرز حديث يحكى عنه اليوم من خلال الإعلانات المنتشرة لهذه المبادرة في شوارع وأحياء الدار البيضاء. وتظهر صورة الإعلان ما تهدف إليه المؤسسة الناشئة حديثا من تسهيلها الطريق للزواج للعزاب من خلال إيجاد شركاء حياتهم، وذلك من خلال متابعة حثيثة من قبل المؤسسة لإيجاد شريك للزبون الذي سيدفع 250 دولار لفتح ملف بحث وتحر عن الشريك أو الشركة حسب نوع الطالب أو الزبون. وأثارت هذه الإعلانات السخرية على فيسبوك وتويتر، وعبر كثيرون عن أنها مؤسسة مضحكة، والزواج ليست مشكلته في إيجاد الشركاء بل في إيجاد منازل وبيوت، حيث يعاني المغاربة من أزمة سكن وإيجارات هائلة. إقليم كردستان العراق لم يكن مستعدا أبدا لقيام الدولة. تحت هذا العنوان كتب دينيس ناتالي مقاله المنشور في فورين بوليسي، وأعادت نشره صحيفة الغد مضيفا في جزء من المقال: جعل الاستفتاء الذي جرى في كردستان العراق في أيلول سبتمبر الماضي وضع الأكراد السيئة أصلاً أكثر سوءاً بكثير. وبدلاً من أن يعزز المكانة السياسية والحكم الذاتي للأكراد، بدد الاستفتاء النوايا الطيبة الدولية تجاههم، واستعدى بغداد وجيرانها، وعمق المخاطر الاقتصادية والانقسامات المجتمعية في الإقليم، كما أفضى إلى خسارة السيطرة على أراض وموارد مهمة. وقد أعادت القوات الأمنية العراقية بسط سلطتها على كركوك وأصولها النفطية وعلى مناطق متنازع عليها ونقاط العبور الحدودية العراقية بعد انسحاب متفاوض عليه لقوات البشمركة الكردية. والآن تجد حكومة إقليم كردستان نفسها محاصرة سياسياً واقتصادياً. أجمل اللحظات التي عاشها عدد من سكان المعمورة يوم أمس ووثقها مصورو ديلي تيليغراف، نشاهدها في جولتنا المصورة، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.